مسألتين، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة، ويترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة عن هذه العناصر وعن هذه العناصر، ويحاول أن يطبق ما يتوصل إليه من نظريات، يطبق هذه النظريات على المصادقة وعلى الواقع ويصل إلى نتيجة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. كان الكلام في التمهيد ولا زال الكلام في التمهيد؟ ولا بأس بأن نرجع إلى بعض ما ذكرناه سابقا من أجل تطبيق العبارة لمن يستفيد منها، خاصة أن البحث الأصولي لحد ما وهذا التمهيد الذي نحن فيه عقد من أجل طلبة الحوزة الجعفرية. فلنحييهم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن وصلنا، قلنا في أنه في علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة، ويترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة عن هذه العناصر وعن هذه العناصر، ويحاول أن يطبق ما يتوصل إليه من نظريات، يطبق هذه النظريات على المصادقة وعلى الواقع ويصل إلى نتيجة. ضمن العناوين التي تذكر أيضا في الكتاب في البحث موضوع علم الأصول، وأيضا أشرنا إليه سابقا، و قال لكل علم عادة، قلنا معنا هو السبب من قول كلمة عادة، وهو أيضا حصرها بين خطين حتى يلفت إلى أنه ليس دائما، وإنما هي قضية معتادة أن يعرف العلم الذي يراد أن يدرس. وأعطى أمثلة الفيزياء والنحو. بعد هذا وصلنا إلى هذا الاستفهام، وهو فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله أو تدور حوله بحوثه. يقول: ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه. لأن الأصول هو يدرس الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليلية هذه الأدلة. يعني عندنا أدلة مثل الخبر الواحد، الظهور مثل الظواهر، في الأصول نبحث عن حجية الظواهر. لذلك قلنا الموضوع هو الأدلة. ما هي الأدلة؟ نقول الظاهر حجة، خبر الواحد حجة. فالموضوع هو الذي يقع في مقام المبتدأ كما يعني معروف في اللغة. فنقول الظهور حجة، مثلا خبر الواحد حجة، البراءة حجة، الاستصحاب حجة. فنبحث عن حجية، يعني في العلم نبحث، في علم الأصول نبحث عن حجية الدليل. إذا ثبتت حجية الدليل يؤخذ به ويستفاد منه ويستخدم في عملية الاستنباط، وإذا لم تثبت حجية الدليل فلا نتمسك به. أيضا شيء آخر من الأمور التي تطرح والتي ذكرت تحت هذا العنوان، قال علم الأصول هو منطق الفقه. وأيضا أشرنا في الدرس السابق وعرفنا لكم ولو على نحو التقريب ما هو علم المنطق، وقلنا علم المنطق هو الذي يهذب، الذي ينظم عملية التفكير البشري. فإذا علم المنطق يدرس في الحقيقة عملية التفكير، أي تفكير؟ كل تفكير، مطلق التفكير، سواء التفكير في
الفقه أو في الأصول أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في العربي أو في التعاملات الاجتماعية، كل تفكير يدخل دراسة أو تدخل دراسة هذا التفكير في علم المنطق. وأيضا الوظيفة الأخرى أنه يحدد النظام، يعني يدرس هذه القضية ليست فقط دراسة وإنما يحدد لنا منهج التفكير، يدرس التفكير ويدرس عناصر التفكير ويحدد عناصر التفكير، بعد هذا يعطينا المنهجية. وأيضا كعبارة أو كمثال تقريبي، يعني مثلا يدرس العناصر القياس أو استقراء مثلا أو البرهان، هذه الطرق في الاستدلال، وإذا مثلا حصل بأن القياس هو طريق استدلال، بعد هذا يحدد لك هل تسلك الشكل الأول من القياس أو الشكل الثاني من القياس أو الثالث أو الرابع. هذا من درس المنطق يعرف هذا المعنى. فإذا هو يدرس ويهذب عملية التفكير ويدرس العناصر التي تدخل في عملية التفكير ويوجه هذه العناصر وينظم هذه العناصر ويكيف هذه العناصر لكي يعني يعطي أو يمكن الفكر البشري من الاستدلال بالطريق الصحيح والوصول إلى نتائج صحيحة. هذا بالنسبة إلى علم المنطق. يشبه هذه القضية نفس الكلام نطبقه على علم الأصول، لكن بلحاظ في المنطق قلنا المنطق يدرس كل عمليات التفكير، سواء كان التفكير الأصولي أو الفقهي أو اللغوي أو الاجتماعي أو الرياضي أو الجغرافي أو التاريخي، أي علم. هنا فقط حصة واحدة من حصص التفكير وهي حصة الفقه، فالذي ينظم التفكير الفقهي هو علم الأصول. يعني بمعنى يعني بعبارة أيضا بمعنى تقريبي أن علم الفقه علم المنطق له حصص، يعني المنطق الأصولي، المنطق الفقهي، المنطق الجغرافي، المنطق التاريخي، المنطق الرياضي، المنطق الاجتماعي، وهكذا المنطق الكيميائي، المنطق الفيزيائي. يعني التفكير يعني منهج التفكير في الفيزياء، منهج التفكير في الكيمياء، منهج التفكير في الأصول، منهج التفكير في الفقه، منهج التفكير في الفقه، هذه الحصة من المنطق نسميها الأصول. فالأصول هو حصة من حصص المنطق خاصة بعملية الاستنباط الفقهي. إذن علم الأصول هو يشابه علم المنطق من هذه الناحية، النواحي التي ذكرناها، غير أنه يبحث قلنا في حصة خاصة ويبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي يبحث عن عملية التفكير الفقهي أولاً، يعني يبحث عن عملية التفكير الفقهي، ثانياً يدرس ويحدد العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون استنباط سليماً، مثل خبر الثقة والظواهر. فأيضاً يعطي مثال، يقول مثل يعلمنا الأصول يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، كما يعني مرة علينا في الأمثلة السابقة طرحنا لكم أو طرح السيد الشهيد الأول كيفية الاستدلال يعني طريقة مبسطة في أمثلة ثلاثة. فيقول يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس، كيف نستنبط بحرمة الارتماس على الصائم طبعا، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط استحباب مثلا صلاة العيد أو وجوب صلاة العيد. ما هي الطريقة بالنسبة للأصولي أو بالنسبة إلى علم الأصول؟ قلنا أولاً يضع المناهج العامة للتفكير الفقهي، وبعد هذا يحدد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط، يعني إلى حد ما يوجه مثلاً أو يقرر الأصول أو يقرر الأصولي من الأصول بأنه في هذا المورد تستعمل مثلاً الدليل المحرز، في المورد الآخر تستعمل الأصل العملي، يأتي على الأصل العملي يقول لك مثل في هذا المورد تستعمل البراءة، المورد الآخر الأصول يقول لك أو علم الأصول يوجه التفكير بأنك تستعمل مثلا أصالة الاحتياط. ينتقل إلى عنوان آخر وهو أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. يقول بعد أن يعني بينا بأن يعني علم الأصول هو ضرورة للفقه والعمل الفقهي، بل هو أصلا كان من الفقه، فبعد هذا ما يحتاج أنه هل نطرح هذه القضية أو لا نطرح هذه القضية للنقاش، أو أنه هل هو له أهمية أو ليس له أهمية. طبعا هو محور في عملية الاستنباط، لولا الأصول
لا يتم الاستنباط. إذن لماذا نقول لأنه أو يقول لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام، كيف يقدم لها عناصرها المشتركة؟ يقول في الأصول يصل الفقيه إلى أنه يجب عليك أن تستعمل هذه العناصر، الظواهر، يعني خبر الواحد، البراءة، الاستصحاب، هذا الوظيفة الأولى. وبعد هذا أيضا ماذا يعلمك؟ يعلمك أنه في هذا المورد تستعمل هذا الدليل، في المورد الثاني تستعمل الدليل الآخر، في هذا المورد تسقط الأدلة وترجع إلى باب التعارض وإلى باب الترجيحات ونحوها، فيعطيك العناصر التي تستعمل في عملية استدلال، وإضافة لهذا يوجهك كيف تستعمل هذه ومتى تستعمل هذه العناصر. بعد هذا أيضا يعطيه هو مثال بين الفقه والأصول، يقول أنه يمثل الفقه والأصول بعملية بقضية، يعني بمثال مهني إلى حد ما، أنه يقول مثلا النجار، كل إنسان إذا عنده بصورة عامة الإنسان الذي يمتلك أدوات نجارة، فمسامير والمطرقة وغيرها والمنشار، وليس عنده أي فكر والمواد اللاصقة وغيرها من أدوات النجارة، وليس عنده فكرة عن النجارة، أولا ليس عنده فكرة عن استعمال أدوات النجارة، كيف يستعمل أدوات النجارة؟ يعني كما نحن أيضا كنا لا نعرف مثلا المنشار فيه دفع وسحب، قسم فيه دفع وسحب، هذه التي تصفي الخشب أيضا لها صيغة في الاستعمال، فكل طريقة، كل آلة لها طريقة في الاستعمال. فإذا كان لا يعرف يستعمل المواد أو يعرف يستعمل المواد لكن ليس عنده فكر على عن قضية أصل النجارة، يعني كيف يعشق يعني قطع الخشب فيما بينها، كيف يربط يعني القطع، كيف يستعمل هذا النوع من الربط دون غيره في يعني الأثاث الفلاني دون الشيء الآخر أو الأثاث الثاني الآخر أو المادة المصنوعة الأخرى، لا يعرف هذه الفكرة. فمن يمتلك أدوات النجارة لا يستطيع أن يأتي ب يعني نتاج نجاري أو يرجع إلى مهنة النجارة أو عمل النجارة، لا يقدر أن يفعل هذا. وكذلك من يمتلك الفكرة عن النجارة والخبرة عن النجارة وعن عمل النجارة أيضا ولا يمتلك الأدوات، أيضا لا يستطيع أن ينتج هذه القضية. يقول فإذا هذا الربط يعني بين الفقه وبين الأصول كقضية الفكرة العامة و يعني معرفة واستعمال أدوات النجارة والتخطيط لعمل نجاري معين مع الأدوات، مع وجود الأدوات، كما هذا يكمل هذا كذلك الفقه يكمل الأصول، يوجد ترابط بينهما. إلى أن يصل إلى هذه الفقرة أعطيناها هذا العنوان، وهو اندماج العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. الآن يقول أنه ذكرنا بين العناصر يعني في الفقه تدرس العناصر الخاصة وفي الأصول تدرس العناصر المشتركة. الآن يقول أنه هل كل من درس الأصول وتعلم المسائل الأصولية صارت له القدرة مباشرة ويعرف المسائل الفقهية مباشرة، يجمع بين هذا وهذا ويأتي بنتاج استدلالي أو يأتي بحكم شرعي على نحو الاستدلال التام؟ يقول القضية ليست بهذا، يعني من يعرف العناصر الخاصة وله قدرة لتشخيص العناصر الخاصة وأيضا تعلم يعني في الأصول وأخذ من أصول العناصر العامة، أنه هذا لا يكفي في عملية استنباط. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى عملية تطبيق، وعملية التطبيق وكيفية التطبيق لها مهارة خاصة ولها خبرة خاصة، خاصة يعني حتى تكون قضية واضحة عندنا، يعني في علم الأصول، في علم الأصول ما هي النتيجة التي تحصل منها والتي تخرج بها؟ تخرج من علم الأصول ليس أكثر من أن تقول بأن خبر الواحد حجة وانتهى، تأخذ من علم الأصول بأن الظواهر حجة وانتهى الأمر. ماذا تفعل بها؟ أخذت هذه المسائل وذهبت، بعد هذا تأتي إلى الفقه وتطبق وتستدل. الآن لقائل أن يقول إذن ماذا أفعل في الأصول؟ أخذ هذه الأمور، هذه يعني كما قلناها سابقا، يعني بعض الناس الذين نحاول أن نستشهد ب
قضاياهم للتسجيل التاريخي ولكشف الحقائق. كما قلنا لكم في يوم من الأيام عندما كان الرد على بعض الأشخاص في قضية معينة وكانت إشكالات كثيرة، فقال الآن وإلى أين نصل؟ الآن وصلنا نتيجة أنه أنا عرفت هذه الإشكالات وعرفت الحلول، يعني من هذا الطرح الذي وصلني على فرض تمامية الإشكالات، فوصلت إلى الإشكالات وأنا الآن عرفت الخطأ عندي وأنا صححت الخطأ. يعني عادة نحن أعطينا عندما نشكل على الشخص نعطي الحل الصحيح أو يعني البديل الصحيح عن هذه القضية. فقال إذن أنا يعني إلى حد ما عندي، يعني هذه اللحظة ليس عندي إشكال بأني عرفت الخطأ وصححت الخطأ، وماذا بعد هذا؟ فأيضا هنا في الأصول يقال نفس الكلام، أنه أنت من كل هذه البحوث الأصولية تدخل ويعني تقومون الدنيا ولا تقعدوها بالأصول والأعلم في الأصول، كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه، والأعلم في الأصول والأعلم في الأصول، وعلى هذا الأساس قال العالم أعلم الأحياء والأموات. مع هذا كل ما تحصل من أنه تقول حجية خبر واحد حجية الله ليس أكثر من هذا، أيضا الغير يأخذ حجية خبر واحد وحجية الله يأخذ هذه الحجية يأتي للمنطق ويطبق هذه القضية. فهذه يعني في الخارج فعلا قضية يعني كتطبيقية يعني تجري، لذلك هم ليس عندهم ليس لا يتصدون للبحوث الأصولية وليس عندهم البحوث الأصولية. لماذا؟ لأنهم يعتمدون هذا الخط، ما قال فلان أو ما توصل فلان فيه إلى أو في البحث فيسلم به، هذا حجة وهذا ليس بحجة، أو القضية مسلمة عند الأصوليين بأنها حجة. لكن حتى إنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى عندما أخذ هذه المسائل من الأصول أو هذه النتائج من الأصول كيف أخذها؟ أخذها على نحو الاستنباط والاستدلال أو أخذها على نحو التقليد؟ هذه احفظوها هذه المعلومة، أنه هل أخذ هذه المسائل الأصولية الظواهر حجة، خبر الواحد حجة، هذه حجية الظواهر أخذها وحصل عليها عن طريق جهد وبذل الجهد والوسع واستنبط وبحث في الأصول ورد الإشكالات وناقش العلماء وتوصل إلى أنه فعلا الظواهر حجة وفعلا توصل إلى خبر الواحد حجة؟ هل توصل الحجية بطريقة الاستدلال والاستنباط؟ هل توصل الحجية خلال عمله كمجتهد وكمستنبط وكأصولي، أو لا توصل الحجية على نحو التقليد؟ فإذا كان مقلدا في الأصول فهذا إذن لا يصح أن يكون مجتهدا في الفقه، ليس لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا. فإذا هذا ليس بمجتهد، هذا مقلد، فالأساس الذي اعتمده هو أساس باطل. كما الآن كل شخص يستطيع الآن ما أسهل التصدي للمرجعية، الآن كلما تصدى للمرجعية الآن أسهل شيء عندك رسالة السيد الخوي، ما دامت المؤسسة موجودة يبقى يمكن من هنا إلى يوم الدين يبقى عنوان السيد الخوي ورسالة السيد الخوي وأحكام السيد الخوي. كل شخص يتصدى ويقول رسالتي هذه رسالة السيد الخوي وانتهى الأمر. نحن لا ننكر أنه تحتاج إلى يعني فترة زمنية حتى يعني تتم كل الرسالة عملية، ونحن أمامكم صار أكثر من 10 سنوات ولم نستطع أن نكمل الرسالة العملية، فتحتاج إلى وقت وإلى جهد. لكن أنه أول شيء لنثبت العرش وبعدها نتحدث في النقش وعن النقش، فأول شيء لنثبت الاجتهاد، بعد هذا نقول هذا ليس عنده الوقت ويأتي أو تأتي قضية يعني الأحكام والإكمال الرسالة العملية تأتي بالتدريج، لأنه يعني يستحيل على إنسان أن يحقق كل شيء في فترة زمنية محدودة، فنعطيه الوقت. فأول شيء لنحدد الاجتهاد أولا، بعد هذا نقول هذا هل يعني حكمه وقوله باتباع هذه الرسالة أو الأخذ بهذه الرسالة لأن تتم رسالتنا. هذا الكلام يكون يعني فيه المؤمن الشرعي إذا كان هذا الشخص مجتهدا، أما إذا لم يكن مجتهدا فهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر أمام الله سبحانه وتعالى. فعنوان الاجتهاد هذا أولا، بعد هذا بعد الاجتهاد نتحدث عن قضية الأعلمية وعدم الأعلمية. فإذا كانت القضية كلما يأتيني نعم أخطأ وأصحح وأخطأ
أصحح بعد هذا؟ هل يتفرغ لك الناس لتصحيح الأخطاء؟ ولماذا المكلف يذهب إلى شخص خطأ، يذهب إلى شخص، يذهب إلى من يصحح الخطأ لهذا الشخص، أو يذهب إلى الشخص الذي هو أقل من غيره بالأخطاء أو في ناحية أو من ناحية الأخطاء؟ إذن هنا عندنا اندماج العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. في هذه الفقرة يقول لا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة. طبعا تبدأ الفقرة من يعني يريد أن يثبت، تبدأ الفقرة وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها، أي في عملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول، هذه مقدمة أخرى أو فقرة يعني تعتبر جديدة، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، يعطي هذا يقول نظير من يملك معلومات نظرية. لا بس يدخل من في الخارج، هذه الشمس ربما تأثر عليهم. يقول ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي حسب نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة، هذا المثال ذكرناه. يقول الذي يحاول الاستنباط على أساس أنه عنده معلومات أصولية ولا غرض له ولا يعرف، ليس عنده القدرة أو هو غير متمكن في يعني في الملكة الفقهية يعني بغض النظر عن الأصول، فهذا كمن يملك المعلومات العامة عن النجارة ولا يمتلك أدوات النجارة. ومن يعرف وعنده القدرة في أن يحدد العناصر الخاصة في الفقه كمن يملك أدوات النجارة وليس عنده الفكرة العامة. فأبو الأصول عنده الفكرة العامة عن النجارة لا يمتلك الأدوات، والذي يخوض الفقه أو يعرف الفقه ولا يعرف الأصول كأنه يمتلك الأدوات ولا يمتلك الفكرة العامة للعمل. يقول ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، والكلام للسيد الشهيد الأول. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. العناصر الخاصة، عندما نقول عناصر خاصة يعني ينصرف الذهن إلى أي علم، الفقه أم الأصول؟ ينصرف إلى الفقه. وعندما نقول عناصر مشتركة ينصرف الذهن إلى الأصول. وعندما نتحدث عن عملية استدلال يحصل عندنا لابد الاندماج بين الفقه والأصول. والعناصر المشتركة والعناصر الخاصة، هذه الفقرة من الكلام على أساسها أعطينا عنوان لهذه الفقرة التي ذكرناها قبل قليل، اندماج العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. لماذا أعطينا هذا العنوان لهذا الكلام ولهذه الفقرة من الكلام؟ لأنه قال السيد في هذا المقام، قال في النتيجة فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى العملية عنهما. أيضا لا بأس بالإشارة بأنه هذا قلنا البحث الأصولي، والنتيجة من البحث الأصولي أن تصل هذه حجة وليست بحجة، هذه حجة تحدد نقول أربعة عناصر أو أكثر، تقول هذه تستعمل، هذه حجة فتستعمل في عملية الاستنباط، تذهب إلى عملية الاستنباط ينتهي دور علم الأصول. وعندما يعني أشار السيد الصدر الثاني رحمة الله عليه أن الأعلم أعلم بالأصول، هو يعني يأتي من باب أنه الدقة في البحوث الأصولية، يعني أن البحث الأصول هو بحث مقارنة مع الفقه هو البحث أو هو العلم الأصعب، هو العلم الأدق، هو العلم الأعمق. فمن يتمكن من يعني العلم الأدق والأصعب والأعمق بالتأكيد تكون له القدرة بالأولى أنه يتمكن من باقي العلوم أو من العلوم الأدون دقة وعمقا وشمولية. فالأصول يكشف القدرة العلمية عند
المقابل. هذا يعني شيء مهم يجب أن نعرفه. فمن الآن قال من يعني من لا يمتلك أو لا يعرف أو لا يفهم أصول أبي جعفر كما قال الصدر الثاني رحمة الله عليه فاعزلوه كما يعني سمعتم أمر عليكم هذا الشيء. فهذا من لا يملك أصول الشهيد الأول رحمة الله عليه، فكيف من لا يملك الأصول أصلا ماذا نقول عنه؟ هذا المفروض يكون يعني خارج قوس كما يسمى. فإذا من يملك أصول ولا يملك أصول أبي جعفر هذا لا يدخل ولا يحكى عنه ولا يدخل في التقييم والمفاضلة. ومن لا يملك الأصول أصلا فبالأولى أنه لا يدخل. ومن هنا يعني عنصر الأصول هو عنصر مهم في كشف يعني علمية المقابل. من يعني يوجد عنصران، أولا من يقول بأنه لا يجب تقليد الأعلم هذا كاشف أول أنه ليس بأعلم تهينا منه. والشيء الثاني الذي يعزل الأصول يقول غير داخل الأصول ليس لها مدخلية هذا يعزل. ومن لا يعطي لا يتصدى لدرس الأصول أيضا يخاف أن ينكشف مستواه، وهذا أيضا يعني تكون إشارة لتحديد وتشخيص هذا الشخص وعلمية هذا الشخص. إذن قال فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. طبعا أيضا لا بس نحن أيضا يعني نعترض على يعني لا نعترض وإنما نوجه كلام السيد رحمة الله عليه أنه من كان هو الأعلم في الأصول ليس بالضرورة لا يلازم أنه يكون أعلم في الفقه، لكن توجيها لهذه القضية نقول نأتي إلى عملية الاستنباط إلى العملية الفقهية عند الفقيه. الآن إذا يعني زيد من الناس وعمر الأول والثاني، إذا العالم الأول والعالم الثاني عملوا ب يعني في عملية الاستنباط واستخدموا عملية الاستنباط ومارسوا عملية الاستنباط من خط شروع واحد توفرت نفس الشرطة والشروط والمقدمات للعمل، هذا بحث وهذا بحث، هذا استدل وهذا استدل. إذن هما في الفقه في عمل الاستنباط شرعا بشروع واحد وبظروف واحد ومقدمات واحدة. طبعا لا ندخل بالدقة وإنما ظاهر الحال كل شخص هذا يبحث وهذا يبحث، هذا مجتهد وهذا مجتهد. فإذن هذا يستنبط وهذا يستنبط. الآن ليس عندي قرينة على من الأرجح هذا أو هذا، فالأصول يصلح قرينة على أنه ما دام الأصول هو العلم الأدق والأعمق والأصعب فالأعلم في الأصول سيصل إلى نتائج أدق في هذا. يعني الذي عنده يعني دقة في وعمق في تشخيص المسائل الأصولية فهو له القدرة أن يعني يكون أكثر دقة وأكثر تدقيقا وتعميقا في باقي البحوث غير الأصولية ومنها الفقه. فمن هنا عندما يقول الأعلم أعلم بالأصول يعني لا يريد السيد أن يفصل الفقه، يعني مجرد ما تأخذ علم الأصول وتترك الفقه تعتمد على رسالة سابقة مثلا أو لا تستدل لا تستنبط الأحكام الشرعية ولا تصل بالفتوى أو لا تنشئ الفتوى من يعني عملية الاستنباط، لا يقصد هذا الأمر. وإنما يقصد أنه الأصول هو كاشف يعني لأن الكلام لنلتفت جيدا لأن الكلام والمفاضلة بين من ومن بين فقيهين بين مجتهدين بين مرجعين. فإذا حسن الظن بهؤلاء هذا يبحث وهذا يبحث، هذا يستدل وهذا يستدل، هذا يستنبط وهذا يستنبط. الآن ما هي العناصر التي والمقدمات أو الأمور التي تكشف هذا أرجح من هذا أو هذا أرجح من هذا؟ فهنا التفت السيد إلى هذه النكتة وشخص بأنه الأعلم بالأصول هو الأعلم بالفقه. متى؟ عند ممارسة العملية الفقهية، عند ممارسة الاستنباط. فإذا يعني لا نعزل الفقه عن الأصول، من عزل الفقه عن الأصول كمن عزل الفكرة والمعرفة بالعمل النجاري والتخطيط النجاري عن آلات النجارة، فلا بد من الدمج بينهما. فما يقصده السيد هو هذا الأمر لأنه يتحدث عن يعني مفاضلة بين علماء بين مجتهدين، فإذن
لابد أنه نحسن الظن بين هذا يبحث وهذا يبحث، هذا يستنبط وهذا يستنبط، هذا يستدل وهذا يستدل. إذن يقول الأصول والفقه مثلان النظرية والتطبيق، يتحدث عن الإشكال الذي طرحناه، يعني لا نتصور بأنه ما دام هذا يعرف المسائل الفقهية وهذا يعرف المسائل الأصولية، أو يعرف في الفقه ويعرف الأصول، بعد هذا عملية استنباط هي عملية سهلة. يقول لا، هذه عملية استنباط تحتاج إلى دقة وإلى خبرة وإلى ملكة. في هذه الفقرة الأصول والفقه مثلان النظرية والتطبيق، يعني أيضا للتعويد، يعني كي نتعلم كيف يعني نناقش ويعني نطرح الأمور، يوجد فقرة: إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة، هذه الفقرة أنا سجلت أمام هذه الفقرة إشكال، يعني هذا إشكال وبعد هذا يأتي الدفع. فما هو الإشكال؟ الإشكال هذه الفقرة من الكلام: إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر إلا مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. دفع الإشكال، إشكال ودفع الإشكال. الدفع ما هو؟ يقول: ولكن هذا التصور تسجل هنا دفع الإشكال، هناك تسجل إشكال وهنا دفع الإشكال، أو هذه المعاني أن قلت يعني بأي صيغة تريد أن تعبر. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة. لماذا؟ يقول: لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول، لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة وتطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. فالأصول يمثل النظرية والفقه يمثل التطبيق، الأصول يمثل النظرية والفقه يمثل العناصر التي يطبق عليها، وعملية الاستنباط هي تمثل عملية التطبيق. الاستنباط هو عملية التطبيق. يعني أيضا نرجع إلى مثال النجارة، يعني كما تعلمون حتى في الدراسات الأكاديمية هذه إعداديات الصناعة وما يشبه هذا من الإعداديات المهنية، يدرسون الصناعة يعني عمل النجارة أو غيره، لا أعرف ربما يوجد أو لا، نعم يوجد، فيدرسون هذه. فعملية التدريس إذن صارت هذا الشخص عنده فكرة عن عمل النجار، فإذا امتلك الأدوات هو صارت عنده فكرة علمية يعني صار يعرف كيف يخطط ويرسم ويعني يعطي أو يحدد أو يشخص مقدمات العمل والنتائج، وعلى الورق يعني ممكن أن يصل إلى نتائج، لكن عندما تأتي للتطبيق تجد يعني هذا الشخص عنده الأدوات وعنده الفكرة، لكن في العمل تجد من هو يعني أفضل منه، علما بأن ذاك الشخص مثلا لا يمتلك الشهادة، لم يدرس يعني لنقول التصميم النجاري بطريقة علمية وبطريقة منظمة ومهذبة ومرتبة، مع هذا تجد ذاك الشخص أكثر إبداعا مثلا من هذا، أو قد تجد ذاك الشخص أكثر إبداعا من هذا. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه النظرية والمعلومة عن عمل النجارة وامتلاك أدوات النجارة ليست كافية في الإبداع والمهارة. إذن عملية العمل والتطبيق في الخارج، عندما تمسك الأدوات وتمسك يعني قطع الخشب حتى تنتج شيئا، تحتاج إلى مهارة خاصة تختلف من شخص إلى شخص آخر. نفس الشيء أيضا عندنا الأطباء هنا، يعني يوجد يعني كثير من الأطباء يعني في الدراسة الأكاديمية تميزوا، كانت لهم يعني نقول المراتب الأولى في الدراسة، يعني يحصل مثلا أول على الدفعة ومن الأوائل على الدفعة، وحتى أنه يحصل على دراسات وعلى يعني شهادات يعني عالية. مع هذا في التطبيق في تشخيص
يعني المرض أو الدواء أو العلاج أو الحالة المرضية التي أمامه، نجد ربما يعني بعض الأطباء ممن كان في يعني مراتب متأخرة بالنسبة للتدرج في الدرجات والتسلسل الدرجات، نجد هذا الشخص أفضل من ذاك في عملية تشخيص الأمراض. ويمكن أيضا بعضكم مر علي هذا الشيء، يمكن بعض الأطباء الآن يعني ليس عنده اختصاص، طبيب عام ليس عنده اختصاص وتخصص، ونجد طبيب عنده التخصص في يعني في مرض معين أو في مادة معينة أو في فرع معين، نجد هذا الطبيب العام، وكثير من الناس ترجع إلى الطبيب العام دون الرجوع إلى ذاك الطبيب المختص أو صاحب التخصص. هذا اعتمد على أي شيء، يعني علما بأن الطبيب المتخصص في اختصاصه يمتلك المعلومة ويمتلك النظرية أفضل ما يمتلك ذاك الشخص الممارس أو الطبيب العام. مع هذا ذاك في التطبيق ترجح، قد يترجح على هذا. لماذا؟ لأن عملية التطبيق تحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى فن وتحتاج إلى ملكة خاصة. إذن لدفع هذا الإشكال ماذا قال؟ قال لكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة يعمل استنباط وحددها في علم الأصول، لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الحديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق يقول السيد، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. فلنفرض مثلا، أيضا يذكر السيد، فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، هذا نتيجة الأصول، يؤمن بحجية الظهور العرفي. فمن يعني من يقول هناك، يقول طبعا هذه القضية هي عبارة عن سر أنا كشفته لكم، هم لا يقولون بهذا لأن لا يعرفون ما هو عمل الأصولي، ما لا يعرفون ماذا نستفيد من الأصول، لا يعرفون ماذا يعني يبحث في علم الأصول، يعني عندهم جهل مطبق، يعني كل الحجج التي يعتمدونها هي حجج واهية. وما أسهل ما يقال يعني عندما يأتي هو برسالة عملية كاملة، رسالة السيد خوي مباشرة الجلد الخارجي يغير، فقط الاسم يوضع فلان بدل فلان، هذا كل ما يحصل فلان. فإذا كان هو بهذه الدرجة من الخداع وبهذه الدرجة من المكر وبهذه الدرجة من الاستخفاف بالناس وعقول الناس، يعني أيضا الشيء بشيء يذكر أيضا ذلك الشخص الذي يقول نتعلم، هذا الشخص كان تزر يعني من ضمن الأمور كان يقول الأعلم هو الأعلم بالنزول إلى المجتمع، فهو يعتبر نفسه أعلم بالنزول إلى المجتمع، وطبعا هو يستطيع أن ينزل المجتمع، يعني كما تعلمون وكما قرأتم وسمعتم يعني تبينت، ونحن كنا في المعتقل نعلم بهذه القضية واطلعنا عليها وحاججونا بها، نعلم بأنه كان تأتيه الأموال من الأمن العام ومديرية الأمن العامة، وكما قلنا أنه الحاج عزيز أعتقد كان عميدا في الجيش مسؤول الحوزة العلمية شعبة الحوزة العلمية في الأمن العام. فعندما تأتيه الأموال وعندما يسمح له بالطباعة وعندما يجلس ضابط الأمن العقيد أعتقد العقيد حسين أو عميد حسين مدير أمن النجف، عندما يجلس معه في جامع الرأس ويجمع هؤلاء الناس المنتفعين الذين يجلسون معه في الدرس ويضع يده، نحن نعطي منطق درس المنطق كنا ندرس الأصول حلقة أولى، فعندما يضرب على فخذه عميد حسين ويقول أي شيء عندكم رقم تليفوني عن جناب الشيخ، فطبعا هو ينزل إلى المجتمع ونحن لا ننزل إلى المجتمع، هذه قضية يقينية. لكن مع هذا الحمد لله نحن عن بركة من تفاعل معنا أيضا أنزلنا ما عندنا المجتمع، والحمد لله حتى في هذه القضية استطعنا أن نتفوق عليه. لكن ليس هذا هو مورد الشاهد، مورد الشاهد من ضمن الأمور التي كانت تنزل للمجتمع باسم هذا الشخص مؤلفات، وأيضا كما هو معتاد كما الآن كما قلت لكم بالأمس أنه كل شيء يؤتى به لهذا يقول كذا وهذا، يعني هل نتفرغ لكل الناس ويعني كل الوقت والزمن، وماذا يبقى من الوقت حتى نبحث حتى ندرس حتى نتفاعل مع الناس؟ هل نتفرغ لكل شخص وكل أخطاء الشخصية؟ مرة واحدة شخصنا لكم الأمر
وينتهي. المهم فيؤتى لي بما عنده من إصدارات، واحدة من الإصدارات أيضا تسجل له الاسم المؤلف بالضبط لا أذكر يعني، لكن هو أم إسراء أو أم لقاء أو أم كذا يعني باسم يعني أمرأة، فأم كذا. فأنا أشرت يعني في وقتها ومن كان حاضر معنا يذكر هذه القضية، ف يعني حملت هذا الكتاب قلت هذا كتيب ويعني تحدث قضية لا أعرف قصة أو حدث أو كذا، فقلنا هذه قضية أنه يعقل أنه هذا يسجل ضمن يعني أبحاث فلان أو ضمن مكارم فلان أو تسجل نقطة لها أو يعني تعتبر من الترجيحات له، وهذا مؤلف وهذه الموجود في التأليف له أمره أم فلان. وهذا طبعا مع مقدمات، لاحظ كل كلام له مقدمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الأموال التي تعطى له من يعني من رئاسة جمهورية صدام والعلاقة الوطيدة مع يعني أمن النجف. ما هو الجواب؟ يقول ويقولون يتبرعون عنه، ويقول الجواب بكل يعني استخفاف أنه قال أم فلان تقية. فهذا أيضا جيد، لكن مع هذا يعني مهم تقبل هذا المقابل، تقبل هذا الأمر مع العلم باقي الكتب هي فيها اسمه، لكن أيضا لنقبل بهذا. فأتينا إلى الكتاب، فتحنا الكتاب، ماذا وجدنا؟ هذه أم فلان يكتب لها فلان مقدمة، فلان يكتب لأم فلان مقدمة، ففلان هو أم فلان. هل كتب مقدمة لنفسه؟ لا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يقول والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. ويقول فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع أصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا يضيفها، يعني يعطي كيف يقول مثلا يضيفها إلى العنصر، هذه أيضا حتى لمن يعني يدرس أو يدرس، هذه مثلا لا ترجع إلى حددت مجالات الخمس مثلا، وإنما التي حددت مجالات الخمس انتهى الأمر. هنا يعطي مثال كيف يعني يعطيك مثال للتطبيق، يقول لك مثلا يضيفها، هذه لها علاقة بالفوارز ربما تكون غير واضحة عندكم في الكتاب، يقول مثلا يضيفها إلى العناصر أو إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب. ينتهي الكلام يقول أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام، وأيضا يحتاج ودراسة كل يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وإمارات داخل إطار النص أو خارجه. لماذا يحتاج هذه؟ يقول لكي يتمكن بأمانة، هذا مهم، لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. أي أمانة؟ المكلف الذي يقلد يعني إذا كانت المقدمات صحيحة فهو ليس عليه بأس، هذه بينه بين الشخص وبين الله سبحانه وتعالى، بين من يتصدى إلى الفتوى وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا خدع المكلف يعني خديعة إلى حد ما له العذر، يكون على نحو يعني القصور وليس على نحو التقصير، فلا إشكال ولا يعني ضيم ولا خوف على المكلف، وإنما الكلام مع من يتصدى لهذا. يقول الإنسان عليه أن يعني يصل إلى مرحلة يبرأ الذمة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقول يدرس ويحدد ويشخص لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط، هذا البحث الفقهي، هذه العملية الاستنباط هي عملية تجميع؟ يقول ليست عملية تجميع. يقول في هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع،
بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية. إذن هي عملية تجميع أم تطبيق؟ هي عملية تطبيق وليست عملية تجميع. ربما بعض الكلام يعني بعض الأشخاص يعني لا يستلذ ولا يستطيع أن يسمع بعض الكلام، لكن قلنا يكفي أن تخرج يعني حصيلة إجمالية ومعلومات إجمالية تستفيد منها كثقافة عامة. يقول: وتطبيق النظريات العامة له دائما له موهبته الخاصة ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في التطبيق. ومجرد الدقة في النظريات العامة يعني مجرد الدقة في الأصول لا يغني عن الدقة في التطبيق. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج، الكلام للسيد رحمة الله عليه، يقول: ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل، وثانيا وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه. يحتاج إلى عنصرين: دقة وانتباه كامل، وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه. أو يحتاج كل هذه سوية لا تقسم إلى، يحتاج إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه. ثم ينتقل إلى التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. التفاعل بين الفقه أو الفكر الأصولي عفواً والفكر الفقهي، هذا عنوان. تحت هذا العنوان يقول: عرفنا أولاً وثانياً. نحن نقول أولاً وثانياً. ماذا عرفنا من السابق؟ عرفنا أولاً أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى الفقه، وأيضاً عرفنا العلاقة بينهما، علاقة النظرية والتطبيق. إذن ماذا يحصل عندنا؟ إذا هذا يقوم بدور المنطق لذاك، يعني يشخص عملية التفكير ويوجه عملية التفكير ويعطي طريقة الاستدلال الصحيح هذا الأصولي، وبينهما علاقة نظرية وتطبيق. إذن كلما كانت النظريات الأصولية عميقة أين تنعكس؟ تنعكس في التطبيق، فتكون النتائج أو البحوث الأصولية والبحوث الفقهية عفواً والنتائج الفقهية تكون أكثر دقة وشمولية. كلما كانت الدقة والشمولية والعمق في النظرية ينعكس في التطبيق، وكلما ازدادت التفريعات في التطبيق تحتاج إلى نظريات جديدة، إلى تعميق، إلى دقة في البحوث الأصولية. كلما زادت التفريعات في التطبيق، كلما ازدادت التطبيقات، كلما ازدادت مفردات الحياة، تحتاج إلى أحكام، تحتاج إلى تشخيص أحكام، تحتاج إلى تصنيف. هذا يحتاج إلى عناصر مشتركة، فنرجع إلى الأصول ونطور ونعمق في الأصول حتى نغطي هذه المساحة التي حصلت في المجتمع. يقول: والعلاقة بينهما، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق. يقول: وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. لماذا؟ هذا الكلام ذكرناه يذكره السيد بأسلوب مرتب أفضل مما نذكره نحن. يقول: لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. يقول: وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. تحت عنوان، أنا أعطيت هذا العنوان، وصلنا هنا. ماذا قال؟ قال: يؤكد هذا الترابط بينهما تاريخ العلمين. أعطينا عنوان هنا الفقرة اللاحقة، هو يفسر هذا الكلام بعده. أحنا أعطينا هذا العنوان: المراحل التاريخية لعلم الأصول.
سنعرف يعني إشارات، هو يعطي إشارات للمراحل التاريخية يبين لنا أو يفسر لنا كلام السابق وكيف تحصل عملية التفاعل بين الفقه والأصول. تحت عنوان المراحل التاريخية لعلم الأصول يقول أيضا هذا الكلام أيضا يعني لنقل جعلناه على شكل مقدمات أو خطوات أو نقاط. يعني أولا يقول فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. فإذن أولا عندما تقرؤون في الروايات دائما يشير إلى رواة أحاديثنا التي يعني ينصرف منها الذهن أو يعني تدل على ظاهرا تدل على أنه ترجع إلى رواة الحديث. ونحن كما تعلمون مرت علينا خلال البحوث استفدنا وتعلمنا يعني نبحث عن يعني وثاقة الراوي، ويعني أيضا من الأمور التي طرحت بأنه رأي الراوي لا يؤخذ، نحن نتعامل مع الرواية، الراوي له رأيه وأما نفس الرواية الراوي له تفسيره الخاص وله فهمه للرواية، هذا شيء يخصه. أما نحن إذا استفدنا من الرواية فهمنا الرواية شيء آخر هو الظاهر وهو الأظهر أو هو النص، طبعا نأخذ بما نفهم ولا نأخذ بما يقول الراوي ولا نأخذ برأي الراوي، فضلا عن عدم يعني لنقول وثاقة الراوي أو عدم دقة الراوي. ويوجد أيضا كثير من الرواة أصلا هم ليسوا على مذهب الحق كما يعني بينا لكم وذكرنا لكم، ومنهم ابن عقدة حسب ما أذكر طرح خلال البحوث السابقة. فإذا كيف نرجع لهذا بالحكم الشرعي؟ فإذا يوجد هي ملازمة بين الراوي وبين أخذ الحكم من الراوي، بين الراوي وبين معرفة الفتوى أو الحكم الشرعي من الراوي. فإذا كان الراوي ليس على مذهب الحق كيف نأخذ منه الحكم الشرعي؟ فإذا لا يعني نقول كحكم أولي كان يوجد ملازمة بين الراوي راوي الحديث وبين المفتي إلى حد ما، خاصة في زمن المعصومين كان لا يوجد يعني عملية يعني استنباط حكم وعملية فتوى بالصورة التي نحن فيها، لأن الراوي راوي الحديث هو ينقل مباشرة ينقل الحكم الشرعي من الإمام سلام الله عليه، يذهب للإمام يسأل أو إذا الحادثة كانت مشتركة مع ما سئل عنه سابقا يقول له كان كذا وحضر فلان وسأل فلان وكان الحكم كذا من الإمام وأجاب الإمام بكذا، وهذا المكلف يسمع هذه الرواية يعرف بأن هذه الرواية هي أعطاه إياها هذا الشخص هي عبارة عن يعني كلية تطبق على المورد الذي سأل عن هذا، هو كان عمل الرواة الأحاديث. إذن يقول يعني إذن الحديث هذا لاحظ يعني ناقل الحديث سابقا كان هو ينقل الفتوى، هو يطبق الحديث على الموارد التي تحصل له. يعني الإمام سلام الله مثلا يوجد في المدينة، فمثلا في العراق كيف يصل الإمام عنده حكم شرعي؟ ماذا يفعل؟ يسأل العلماء الموجودين في الكوفة مثلا أو في مسجد الكوفة أو في منطقته ممن تعلم ممن درس. فماذا يفعل هذا العالم؟ يأتي برواية تنطبق على هذا المورد الذي سأل. أيضا هي عملية يعني أيضا ملكة وتحريك ذهن والإتيان برواية معينة دون غيرها في تلك الفترة. فإذا كان رواة الحديث من ينقل الحديث من يحمل الحديث هو يأتي بالفتوى، هو الذي يسأل عن الفتوى، هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. فإذا الفقه كما بينا لكم يعني في التطبيق في الممارسة العملية يوجد في يعني كان ضمن علم الحديث، كان يعني لحد ما يفعل ويطبق من قبل حملة الحديث من قبل من ينقل الرواية. فإذا يقول وقد نشأ علم الأصول في أعضان علم الفقه، والفقه نشأ في وكما نشأ علم الفقه في أعضان علم الحديث. هذه المقدمة الأولى. الثانية الخطوة الثانية أو المقدمة الثانية، ولم يكن علم الأصول مستقلا عن الفقه أو عن علم الفقه في البداية كما أن علم الفقه لم يكن مستقلا عن علم الحديث في البداية. ومن خلال مقدمة أخرى، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي واحد واثنان أو أولا وثانيا، نقول ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أولا أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف.
هذا أولا العناصر المشتركة بدأت تبدو وتكشف. ثانيا أخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدون هذه العناصر العامة. بعد هذا يقول بناء على هذا تكشفت الخيوط العامة للعناصر المشتركة. الفقيه والممارس بدأ يلحظ يوجد عناصر مشتركة لا تتم عمل الاستنباط إلا بهذه العناصر المشتركة. يقول وكان ذلك إذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف وأخذ يتسع ويشرى تدريجا. كيف يشرى تدريجا؟ من خلال أولا وثانيا. أولا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، كل العلوم تتطور وتنمو ومن ضمن العلوم هو العلم الأصول أيضا ينمو. من خلال أولا نمو الفكر الأصولي من ناحية، وثانيا لوجود الترابط بينهما أيضا من خلال نمو الفقه. يعني أول شيء العلم الأصلي ينمو ذاتا ويتطور ذاتا كتطور باقي العلوم والارتباطه مع الفقه، فعندما يتطور الفقه إذن أيضا يتطور معه الأصول. نفس الكلام أين يقال في الفقه؟ الفقه أيضا بذاته يتطور كتطور باقي العلوم، وأيضا يتطور بتطور علم الأصول. فإذا تطور علم الأصول يتطور الفقه، وإذا تطور الفقه يتطور علم الأصول. لماذا؟ لوجود التلازم بينهما. إذن نقول وأخذ يتسع ويشرى تدريجا، أولا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وثانيا تبعا يقول وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى. لماذا يفسر هذه الثانية؟ يقول لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. خطوة أخرى، مقدمة أخرى، نقطة أخرى، يقول وكلما بعد الفقيه عن عصر الناس تعدد جوانب الغموض. كلما نبتعد تتعدد جوانب، يعني من قبل كم 700 عام، أكثر من 700 عام، أنه لنقل المرجع الحقيقي والأصلي والكلي والأول لقضية المختار من كتاب ابن نمى. إلى هذه إن شاء الله نخرج ببركتكم أنه لا نرجع إلى الأصول، يعني نجعل لنا أكثر من مرجع لتشخيص قضية المختار. فهذه القضية يعني تأكل هذا البعد الزمني وتثبت وتعشعش في وتجذر يعني ضمن هذا البعد الزمني الكبير. فمن الصعوبة أن تقتلع هذا الفكر وهذا الثابت نقول القديم جدا. فلذلك نحن نحاول أن يعني نخرج بنتيجة يقينية من البحث، وكما يعني أيضا مر عليكم بأنها يعني كبحث أولي بدأنا به، وإن شاء الله يحصل فيه تفريعات كثيرة ليست لها علاقة ب يعني أصل البحث بالمباشرة لكن تصب فيه إن شاء الله. يقول وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعدد جوانب الغموض في فهم الحكم من مدارك الشرعية وتنوعت الفجوات في عملية استنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر فأكثر بالحاجة. من يحس؟ الفقيه. فيحس الفقير أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة. ماذا يعمل بهذه القواعد العامة؟ يعالج بها جوانب الغموض. قلنا لبعد الزمني صار عندي غموض، فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يدفع هذا الشيء، يحتاج إلى أن يشخص أو يحدد قواعد عامة. ماذا يفعل بها؟ أولا يعالج بها جوانب الغموض، هذا أولا. وثانيا هذه حصلت فجوات فيملأ هذه الفجوات ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. تحت عنوان ازدهار علم الأصول، هذه غير موجودة في الكتاب، أيضا لا بأس سجل هذا العنوان
ازدهار علم الأصول عند السنة والشيعة. تحت هذا العنوان هي فقرة للكلام عند سيد رحمة الله عليه، يقول: وعلى هذا الأساس، تحت هذا العنوان ازدهار علم الأصول عند السنة والشيعة، وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكير الفقه الإمامي. أيضا أنا يعني خلال يعني متابعاتي في الإنترنت والنقاشات والمواقع، وجدت يعني بعض يعني الأعزاء من أبناء السنة يعني خلال نقاشات مع بعض الأعزاء أنه يعني ينتقد ويقدح على المذهب بأنه أنتم ليس عندكم علم الأصول، أخذتم علم الأصول من عندنا، ليس عندكم رجال، نحن عندنا كذا عدد من الكتب الرجالية، أنتم ليس عندكم، بقيتم كذا سنة ليس كذا 100 سنة ليس عندكم الأصول والرجال بهذه الخصوصية، كأنما أن يريد أن لحد ما يهرر أو يقدح بأساسات المذهب. والمفروض من هنا الآن صار عندنا يعني الفكرة الإجمالية للرد، يعني قضية الرجال وأصلا قضية الفقه وبعدها قضية الأصول هي قضية أتت يعني حسب الضرورة التاريخية، يعني أيضا سنبين هذا. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله لا نتحدث عن قضية فقه وفقيه واجتهاد واستنباط لوجود المعصوم فيأخذ الحكم من المعصوم مباشرة، لكن مع ابتعاده طبعا ليست كليا، يعني قلنا يعني خاصة المناطق البعيدة من لا يستطيع أن يصل إلى النبي أو إلى المعصوم سلام الله عليه، طبعا يبقى يعني هذا عمل الناقل الحديث، عمل المحدث، عمل الراوي، كيف يأتي عمل العالم، يعني كيف فهم الحديث وكيف يعني يعطيه المكلف أو يجيب المكلف بأن يستحضر له الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عادة يعني كانت تعرف يعني الأجوبة بأن يأتي بالرواية، والمقابل هو يعرف أنه هذا الحكم في هذا، يفهم من هذا الرواية الحكم الرواية ينطبق على مورد السؤال. لكن كعلم يعني كوضوح لم يكن بهذه الصورة، وإنما كان متداخلا، يعني كان الفقه داخل الحديث وغير متميز عن الحديث، كان هناك يبرز الحديث. فإذا الحاجة إلى الفقه حاجة تاريخية، حاجة اجتماعية، يعني حاجة واقعية، حاجة موضوعية، صارت حاجة إلى الفقه وبعدها صارت حاجة إلى الأصول. فما هو الفرق بيننا وبين السنة؟ نحن نقول أنه هم يقولون يعني زمن التشريع انتهى برحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى زمن التشريع، بعده بدأوا يبتعدون عن زمن التشريع. فقبل قليل قلنا كلما نبتعد يحصل الغموض، نحتاج إلى قواعد، إلى علوم تدفع هذا الغموض وتملأ وتسد الفراغات والفجوات التي تحصل. فعندهم انتهى عصر التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فبعد 200 عام أو 300 عام صارت الفجوة كبيرة بينهم وبين المشرع. فمن هنا كانت الحاجة التاريخية والضرورة الاجتماعية والضرورة العلمية والضرورة الفقهية وضرورة الفتوى وضرورة العالم وتصدي العالم وضرورة المكلف ومعرفة الحكم الشرعي، استلزمت أن يبرز علم الفقه ويبرز علم الأصول. ومع بروز علم الفقه وعملية وحركة استدلال تحتاج إلى رواية، والرواية فيها راوي وناقل، فحتى تعرف الرواية الصحيحة ويوجد تضارب وتعارض بين الروايات، حتى تعرف الرواية صحيحة عن غير صحيحة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى علم الرجال، ظهر علم الرجال. فإذا الحاجة إلى علم الرجال حاجة تاريخية، حاجة واقعية، حاجة موضوعية، حاجة علمية اجتماعية. يعني عندما نقول حاجة يعني تتولد مع الحاجة، توجد مع الحاجة، تستعمل وتدرس وتبحث مع الحاجة. أما إذا كنت لا تحتاج هذه، لا تحتاج لها، لا يوجد حاجة لها، فماذا تعمل بالفقه أو بالأصول أو بعلم الرجال؟ فنعم نسلم بأنه الفقه والأصول وما يتعلق بعلم الفقه والأصول طبعا عند أهل السنة كان هو الأسبق، لأنهم بعد 200 عام أو 300 عام ابتعدوا كثيرا عن عصر التشريع، بينما مذهب أهل البيت سلام الله عليهم
يعتبرون أن الإمام هو امتداد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبقي عندنا عصر التشريع إلى القرن الثالث. ما بعد القرن الثالث تبدأ بالغيبة، خاصة ما بعد الغيبة الصغرى يعني بدأت الحاجة وتظهر الحاجة إلى الفقه، وبعده طبعا تكون الحاجة إلى الأصول. يقول في ازدهار علم الأصول عند السنة والشيعة تحت هذا العنوان، يقول وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي. فإن التاريخ يشير، الآن أنا أعطيتكم الجواب، لكن عندما ترجعون يعني يؤسف لما ترجع هناك يعني مباشرة يبدأ القدح، يأتي بالأول بالثاني، يسب أم المؤمنين، يسب كذا. للجواب هذا أنتم يعني كذب وافتراء، يعني المقابل أيضا يستخف بك، يعني لما تكون الوقائع التاريخية حتى عندك أنه أنت متأخر عنهم بعلم الفقه والأصول، عليك أن تقر بهذا وتعطي المبرر الصحيح والناجح لهذه القضية. ليس من الصحيح أن تنكر واقع وحقيقة، إذا نكرت الواقع والحقيقة مباشرة يعني تجعل المقابل يستخف بك، لا يحترمك المقابل إذا أنكرت حقيقة واقع. ليس من الصحيح أن يعني نعاند ونجحد الوقائع، وإنما نواجه حتى لو كان فيها خلل وخطأ. نعم خلل سابق ونحن الآن صححنا الخطأ، لا بأس نتعلم منكم، أخذنا يعني كما الآن يعني قضية هي قديمة ومطروحة. يعني الآن نقول مثلا الغرب تعلمنا من الغرب، تعلمنا نحن، يا ليت تتعلم من الغرب الجانب العلمي، إذا عندهم جانب أخلاقي تأخذ منهم الأخلاق، أما تأخذ منهم الفساد والرذيلة وتؤكد على هذه وتقول كالغرب أو تمثيل الغرب. حتى الغرب الآن في الخارج وكل يعني المؤامرات التي تحصل على المجتمع المسلم السني والشيعي بكل طوائفه، كل مؤامرات تحصل هو يعني تصدير الفكر الغربي الفاسد الفاحش إلى المجتمع الإسلامي، تطبيق هذا الفكر الفاسد على المجتمع الإسلامي. أما الجانب العلمي يعني من يعرف ومن يقرأ ومن يتابع لا يحاولون أو لا يعطون الجانب العلمي إلا بشيء يعني بسيط، كما يقال بذر الرماد في العيون، يعني إلا بشيء بسيط جدا يعطى لك الجانب العلمي وما يتعلق بالجانب العلمي والحركة الاجتماعية بصورة عامة والفائدة الاجتماعية بصورة عامة. أما باقي الأمور لاحظ يؤكدون على جانب الفساد وعلى جانب الفسق. وأيضا من الأمور التي الآن أتت في بالنا الدستور برايمر الذي كتب هنا، هذا نقول كيف يؤكدون، لاحظوا دق يعني أكد وكرر ويعني نقول أسس ونظر إلى قضية المرأة وحرية المرأة وحرية الطفل والحقوق الإنسان كما تعلمونها. وأيضا حتى يرضى المقابل أعطوا عنوان، أيضا أدخلوا قضية المرجعية وعنوان الدين الرموز الدينية كما تعلمون. أنا لا أعرف أنه أهل الدستور نص على عدم التعرض للذات الإلهية، ارجعوا للدستور، هل فيه نص على عدم التعرض للذات الإلهية؟ لا يوجد فيه. عدم التعرض للرمز الديني موجود، لكن عدم التعرض للإله غير موجودة. فهنا صارت عندنا تنظيمات ومؤسسات وأحزاب كافرة تكفر بالله سبحانه وتعالى بالمباشر. سيأتي لكم إن شاء الله خلال البحث هذا الأمر، ونبين لكم ونكشف لكم كثير من الأمور فيما يخص هذا في البحث التاريخي. لكن لا يوجد من يلتفت، لاحظ هذا نوع من الإشراك، إشراك جلي. هذه عبادة أشخاص، عبادة رموز دينية. الآن أنت كما تعلمون أحكي على أي إعلام، الآن يحكي على زيد من الناس، على رمز من الرموز، تقوم الدنيا ولا تقعد. يخرجون طبعا ليست على نحو لا على نحو الدوام ولا على نحو العادة. عندما يأتي فترة الانتخابات وهم يرجحون شخص أو شخص معين أو صدفة ذاك الشخص يحكي شيئا، تؤجج الناس وتخرج. أما خارج الانتخابات يسب الرمز ويحكى عليه ويطعن ويسحق، لا أحد يحكي، لكن فقط الانتخابات هو السياسي يحرك هذه القضية. لكن نحن نناقش أصل القضية. فعندما يحكى على الرمز تخرج الناس وتتظاهر، وعندما يكفر بالله لا يوجد من يخرج. عندما خاصة نحن عندنا عندما يحكى عن النبي ويسب النبي لا أحد يخرج، إلا أنتم خرجتم، يا الله خرج باقي الناس، هذا تعلمون به. نحن خرجنا، أصحابنا من خرج
عند الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وأخذ الآخرون خرجوا. الحمد لله هذا سنة حسنة أنتم أعطيتموها وقدمتموها للآخرين. فيوجد إشراك واضح وإشراك جلي، عبدت أشخاص وعبدت رموز. نقول فإن كان، يقول فإن كان التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقه الإمامي، وذلك لماذا؟ يقول فإن التاريخ يشير إلى أنه فعلا هذا ترعرع قبل هذا، هذه قضية واقعية، هذا يعني لنقول قضية موضوعية، موضوع خارجي مشخص ومحدد. ما هو العلاج؟ خطأ، نقول خطأ ونحن صححنا. يوجد له توجيه وتبرير، نعطي التوجيه والتبرير. يقول فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاق الفقه الإمامي، وذلك طبعا عندما تحدث عن الفقه يعني تحدث عن عندما تحدث عن الأصول يعني تحدث عن الفقه، لأن الفقه هو ترعرع في الأصول، ترعرع في الفقه وفي أحضان الفقه. فعندما تحدث عن الأصول يعني تحدث عن الفقه، وعندما تحدث عن الأصول يعني تحدث عن من؟ عن الحديث. وذلك عند السنة هذا، وذلك فصلنا الكلام إلى فقرتين، الفقرة الأولى أضفنا لها عند السنة والفقرة الثانية عند الشيعة. وذلك عند السنة لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص متى؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقه السني القرن الثاني كان قد ابتعد، يعني عندما دخلوا في القرن الثالث يعني بعد المئتين، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة. تخلق، يقول هذه الحاجة، يذكر الحاجة، يقول تخلق هذه المسافة، تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. فحتى نسد الثغرات والفجوات ماذا نعمل؟ نأتي بعلم الفقه ونأتي بعلم الأصول حتى نسد هذه. إذن صارت حاجة عند السنة للفقه وعند السنة للأصول، فهم طبعا لابد من أن يلتجوا إلى الفقه والأصول لسد هذه الثغرات. نحن عندنا هذه الثغرات، نقول ليس عندنا. لماذا حصلت عندهم الثغرات؟ لأنهم ابتعدوا عن عصر النص، عن عصر النص والتشريع بأكثر من قرنين عن النبي صلى الله عليه وآله. أما نحن فلا زال وجود الأئمة سلام الله عليهم في القرن الثالث، إذن لا زال عصر التشريع عندنا لا زال ممتدا وساري المفعول، فنأخذ منه. فالحاجة إلى الفقه والأصول تكون منتفية وتكون ضعيفة أو غير واضحة. إذن عند السنة لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة، تخلق بطبيعة الثغرات والفجوات. عند الشيعة هذا أيضا نضيف، وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد لوجود النبي، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي، يقول هذا لا يعني أنه لا يوجد تفكير أصولي، وأيضا في الفقه لا يعني أنه لا يوجد تفكير فقهي حتى في زمن النبي، لا، نقول يوجد تفكير فقهي حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن أيضا وكذلك يوجد تفكير فقهي في زمن المعصومين كذلك، وأيضا يوجد بذور للتفكير الأصولي. يقول وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام على المستوى المناسب لتلك المرحلة. يذكر ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية استنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام، وتلقوا جوابا منهم. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم،
وأيضا يذكر هذا شاهد آخر يقول: ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكم. عندما نقول أصولية ليست أصول الدين وإنما أصول الفقه هنا، يعني مورد الحديث الآن في أصول الفقه وليس في أصول الدين. ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق الذي روي أنه ألف الرسالة في الألفاظ. بعد هذا يعني الرسالة في الألفاظ ليست لغة، وإنما بحوث الأصولية تقسم إلى بحوث لفظية وأصول عملية، بحوث لفظية، بحوث عقلية، أصول عملية ضمن البحوث الأصولية. بعد هذا يوجد جواز عملية الاستنباط، انتهينا يعني هذا قرأناها سابقا، جواز عملية الاستنباط. أيضا لا بس نعيد المقدمات حتى نذكر، يقول هذه مقدمات يعني في عملية الاستنباط عدة مقدمات. يقول: ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، هذه مقدمة. ثانيا: فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه الشريعة، من هذه العملية. ثالثا: فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة، خطوة أخرى. والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح البحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأنها كما قلنا ضرورية، ضرورة تاريخية، ضرورة علمية. لأننا خطوة أخرى، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب. خطوة أخرى، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، خطوة جديدة. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. مقدمة أخرى، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، مقدمة أخرى أو نتيجة، فليس من المعقول أن يحرم أو يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. وأضفنا إلى هذه مقدمة أخرى، نقول: وليس من المعقول أن يلزم جميع الناس بتحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. يعني ليس من المعقول أن الله سبحانه وتعالى يفرض على جميع الناس، أو العقل يفرض على جميع البشر أن يسلكوا طريق الاجتهاد ويكونوا أو يكونون مجتهدين، ليس عليهم أن يكونوا مجتهدين. وهذا الكلام وما يعني يتبعه طرحناه سابقا. بعد هذا يدخل في الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي. ماذا قلنا؟ قلنا علم الأصول يدرس العناصر المشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي، ونحن قلنا الحكم الشرعي أو الجعل الشرعي. الآن ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو الجواب عن الحكم الشرعي؟ ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ هنا يدخل في تعريف الحكم الشرعي وفي تقسيمات الحكم الشرعي. نسأل الله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين بحق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبحق أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها، والحسن والحسين من المعصومين من ذرية الحسين، خاصة من أوصانا بالدعاء، وبالخصوص من يحضر في هذا المكان، ونهدي إلى أمواتهم وأموات الجميع والشهداء جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة قبلها الصلوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.